اولا فيها كاين تنوع ديال الاوساط البيئيه اللي ما كايناش في جهه اخرى. والخميس ساحل فهذه سميتها مختيات بوصافي. هذه المختيات تتخضع لواحد يعني الرطوبه، والرطوبه هنايا تتكيف معها واحد النوع ديال النباتات واحد. اذا كاينه تنوع بيولوجي، تنوع بيولوجي مهم في المنطقه، ولكن هذا التنوع البيولوجي كما قال الاخ غادي في الديتار وما كاينش اللي مسوق له. بالنسبه لهذه الاوساط فهي تراوات، وهذه التراوات اللي يمكن يستفد منها، احنا ما تنستافدوش منها، يعني يمكن نستافدوا منها. فكاين ما نسميه يعني ديك واحد حزازيات، واحد النوع ديال الحزازيات اللي عندها واحد الادوار مهمه في دول اخرى تعتبر هي اقتصاد ديالها. اذا بالاضافه كاين تنوع، كذلك كاين تنوع في المنطقه ديالنا، تنوع ديال الطيور، طيور اللي هي واحد النوع كبير جدا، كاينه واحد التنوع كبير مهم جدا ما تنستغلوه، تيستغلوه اخرين وتيجيو يشوفوا الطيور وتتبعوا الطيور. وهاد الناس اللي تتبعوا الطيور يعني من واحد الفئه ميسوره يمكن تستافد منها المدينه، تستافد منها مدن اخرى طنجه هذا، وبحكم انهم تيباتوا تما وكذا وكذا ويجيو يشوفوا هنايا ويرجعوا. اذا اللي بغيت نقول كاين تنوع في المنطقه ديالنا اللي خصنا نعرفوا، كاينه مناطق اللي هي مصنفه عالميا في الاطار ديال رامسار يعني عالميا، ولكن بحال سافله لوكوس، وديك سافله لوكوس اللي تتعرض كاينه فيها يعني ما خصش يكون فيها البني ولا شي حاجه، لانه يقضي على واحد التنوع اللي غادي يفقدوه الاجيال، وهذا ما غاديش مع ما نسميه بالتنميه المستدامه، لانه ما يستافدوش منه اجيال. بالاضافه لذوك الدواوير اللي قريبه لعين الشوك وهذو، هذو غادا يعني تقضيو على هذاك اللي هي مصنفه عالميه، ولكن ما كاينش اللي تراعيها ولا نضيفكم. نضيفكم الاخوان بان لوكوس، واد لوكوس يعني الا خدينا واد لوكوس يعني المنطقه ديال الشمال كامله والمنطقه ديال الاندلس كامله، فتترتب هو المرتبه الاولى من حيث التنوع البيولوجي. ما كاينش هذا الاهتمام نهائيا بهذا الواد واللي هو يعني الذاكره، لان ما كاينش هذا الاهتمام. اذا اللي غادي نضيف هذه الاوساط كلها بالاضافه الى الغابه، غابه ديال بوصافي ولا هذا مؤخرا تحرقت، ومع ذلك ما كاينش واحد شويه ديال الاهتمام ولا يعني ذاك الرعي الجائر تما غادي بواحد القوه وابتسام في الانديتار. بالاضافه الى يعني هاد المنجزات اللي كانت مؤخرا ديال تي جي بي ولا اللي قضات على واحد الجزء كبير او واحد نسبه كبيره من هاد المسائل. اذا المرصد نشوف انا يعني او عندنا المنطقه ديالنا غنفتخروا بها راه عاصمه ايكولوجيه، يعني راه في الخصوصيه ديالها كاين التنوع في الاوساط، راه المنطقه الوحيده اللي فيها جوج ديال ماذا، جوج ديال يعني الاوساط اللي هي مصنفه، ما كاينه جهه ديال سافله لوكوس، كاينه الجاي في الجهه ديال الصلاوله، كاين هذيك ولاد الصخار، كاين برغه، كاين واحد المرجه تابعه هذوك تسميه مركب الرمل،
مركب الرمل هذه المنطقة تيارها تحسب وحدة من الوحدات ديال المناطق اللي مصنفة على الصعيد العالمي. إذن فالمرصد تنشوفو غادي ينفع هاد الثروات على الأقل، وغادي يعني راه باقا فيرج، راه ما كايناش استفادة. هاد المغطيات راه فيها واحد الكمية كبيرة ديال الماء، بالتالي لا مشات في هاد الديتار راه ما تبقاش العرايش أو المنطقة ديالها فيها الماء، سيرتو هذاك الماء يمكن أن نستغله في السياحة البيئية، ويمكن يعني اختصار أفكار ديال الناس اللي يمكن يوصلوا المنطقات واللي بيئية يمكن من هاد البيئة يعني ثروة.